أعتقد اشتراط أن يمرر قانون تعديل الأحوال الشخصية مقابل قانون العفو العام، نعتقد هذا الموضوع لربما هو بعيد عن الواقع، على اعتبار لا يمكن القبول بقانون الأحوال الشخصية وينتج عنه إلحاق ضرر كبير في البيت السني افتراضا مقابل أن يمر قانون العفو. وبالتالي ماذا عملنا؟ نحن مع أن يكون هناك تمرير لقانون يتلائم مع حاجات المجتمع، يتلائم مع رغبات المجتمع، يتلائم مع سلوكيات و طبيعة الفكرة الدينية اللي تبناها المكون السني افتراضا، وبالتالي أعتقد لا توجد علاقة، لكن ربما قد يحدث اتفاق سياسي من أجل تمرير تلك القوانين بسلة واحدة، ولكن هذا لا يعني بأن لا يمكن تمرير قانون العفو ما لم يتم تمرير قانون الأحوال الشخصية، أو تمرير قانون الأحوال الشخصية ما لم يتم تمرير قانون العفو العام. ولكن جرت العادة في العراق بأن كل القوانين عندما تمرر بسلة واحدة، لكن مثل ما أسلفت قانون الأحوال الشخصية هو يرتبط بالشارع وبالمكون السني، وبالتالي هناك جهة تمثل بمجمع الفقه السني هو المعني بتقديم ورقة التعديل،